السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد التريبي من ديوان الدروس أونلاين على الكمبيوتر والإنترنت. اتكلمت في الدرس اللي فات عن موقع شات أجنبي أو موقعين، اتكلمت عنهم وقلت عليهم إن هم أفضل موقعين شات أجنبي بحيث إنك تطور من اللغة بتاعتك. النهاردة هنتكلم عن موقع وتطبيق رائع جدا، موقع وتطبيق دولينجو. طبعا الموقع ده بيعلمك كل لغات العالم زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. بصراحة هو التطبيق والموقع بصراحة الاتنين يعني حاجة ما شاء الله كويسة جدا، هتعلمك ازاي ان انت تبدأ في تعلم اللغة الانجليزية، وكمان بيبقى في اختبار بيتم ليك وبيحدد مستواك على اساس ان انت تبدأ من مراحل معينة اكنك بالظبط داخل دورات لغة انجليزية. التطبيق بتفاعل معاك بشكل كبير جدا، تقدر انت تكتب بايدك الكلمات اللي بالانجليزية والكلمات اللي بالعربية، تقدر تحولها بالانجليزي والعكس، وكمان تسمع اصوات وتكتبها وكمان تكتب اللي تسمعه وهكذا. التطبيق متفاعل جدا، متعة هتحبه قوي، خصوصا لو انت سطبت التطبيق بتاع الموقع دولينجو على التليفون بتاعك وانت في طريق مسافر مثلا، وعلى طريق تقدر انت في اي وقت تسلي نفسك وتتعلم اللغة الانجليزية بشكل تفاعلي وبشكل رائع. بالاضافة طبعا لو انت حابب تطور نفسك اكتر، تحب مثلا حابب انك تسمع اغاني اجنبي، تتفرج على افلام اجنبي، كمان تدخل على مواقع شات زي ما قلنا المرة اللي فاتت، كل دي حاجات من شأنها اللي هي تعلمك اللغة الإنجليزية في وقت قياسي. طبعا أحب أذكر إن أهم حاجة في اللغة الإنجليزية إن أنت يكون عندك الوقت إنك تتعلم وتثقف نفسك، لأن اللغة الإنجليزية في الأساس بتحتاج ممارسة. طيب موقع ديلينجو ده رابط الموقع، رابط الموقع وده رابط التطبيق، هسيب لكم الرابطين موجودين اسفل الفيديو، او ممكن تفتح الموقع مباشرة تكتب دولينجو، وكمان من البلاي ستور تبحث عن دولينجو وتقدر تثبت التطبيق على جهازك. بتسجل في الموقع، طبعا الموقع بيدعم لغات كتير، اللغة الانجليزية، الايطالية، اللغة التركي، بيدعم لغات كتير ومنها العربية طبعا. تقدر انت تعمل تسجيل الدخول عن طريق الفيسبوك مثلا، طبعا بتكون مسجل دخولك في الفيسبوك، او لو انت عندك اكونت على الجوجل بتقدر من خلاله انك تسجل بالدخول. لو انت هتسجل عن طريق فيسبوك بيثبت التطبيق على حسابك وتقول له اوكي. هنا بيطلب منك اريد ان اتعلم اللغة الانجليزية، بعد كده بتبدأ انت بتعمل الجولة، ماشي ابدأ الجولة تمام، انكر او مرر المؤشر على هذه الكلمة اللي ترى معانيها تمام. كل ده حاجات عادية خالص تقدر تعمل تابع. هنا بيبدأ معاك الاختبارات، ترجم هذه الجملة إلى اللغة الإنجليزية. مرحبا بك، أنا اسمي دو، ويلكم، ماي نيم دو. تعمل تحقق الحل الصحيح، هيلو ماي نيم از دو، تمام مفيش مشكلة. تعمل تابع، اختر هدف اكس بي يومي كي يبقيك متحفزا، اختار مثلا جاد او جنوني، وتابع الى الصفحة الرئيسية للفيديو. طبعا هنا بيطلب منك انك تحدد اذا كنت انت عايز تبدأ بالاساسيات او اختبار تحديد مستوى، فاحنا هنختار اختبار تحديد مستوى تمام. افضل اختبار، ابدأ الاختبار. هنا البنات والاولاد، the boys the girls and the boys. طبعا لو انت مش عارف الاجابة تقدر تضغط على تخطي، فاحنا بنحدد الاولاد، بنحدد المستوى الأول تمام. هنا الإجابة صح، تابع. هنا أنا آكل الفطور تمام، ممكن تعمل تخطي تمام. وهنا يقوم جايب لك I eat breakfast، تعمل تابع. هنا الرجال تقدر تكتب the men، هي the man تمام، تعمل تابع. Yes, I am the man. هنا بيقول لك ادخل ما تسمعه، زي ما انت سمعته بيقول يس اي زمان ولا اي ام امان، ما خدش بالي كده. يس اي ام زمان، انا الراجل تمام. تابع، مرحبا صباح الخير، تبدأ تكتب بالانجليزية، هيلو جود مورنينج
هاكر. تمام، هي طبعا زي ما انتم شايفين بيبدأ هنا تفاعل متفاعل معاه، بعد كده بيديك نتيجة الاختبار وهو بيحدد لك اذا كنت تبدأ من الاساسيات او تبدأ من مستوى احترافي. تمام، تقدر تتعامل مع موقع، موقع جميل جدا، وكمان في نقاشات، في اشخاص هنا تقدر ان انت تتفاعل معاهم زي شاتنج. طبعا هنا بتبدأ الاساسيات، وكل مستوى عبارة عن 3 دروس او 3 مراحل. تمام، بصراحة موقع وتطبيق رائع جدا. ده التطبيق بتسطبه على جهازك، ولو حابين نشوف شكل التطبيق على الهاتف، ده شكل التطبيق او ده اللوجو بتاعه. بتفتح التطبيق. تمام، طبعا عشان انا مسجل في التطبيق، فانا وصلت لمستوى فين، الاساسيات مثلا. تمام، طبعا دي المستويات اللي مكتوب تحتها إعادة، ديت هي مستويات عديتها، فبيقول لك ممكن تعيد يعني. تمام، بصراحة أنصحكم بالتطبيق والموقع، فالاتنين كويسين جدا. أضمن لك إن هو هيعلمك اللغة الإنجليزية بشكل جيد، ولكن أهم حاجة إن أنت تبقى عندك بعض الخلفيات عن اللغة الإنجليزية على أساس برضو تعرف تتعامل. تمام، زي ما شايفين أنا بسمع وبكتب، مش عارف انتوا سامعين الكلام ولا لأ. ووتر. ماشي، تمام، فتقدروا تتعاملوا مع التطبيق والبرنامج، الصراحة حاجة كويسة جدا، وإن شاء الله التطبيقين دلوقتي يكونوا مفيد ليك، ويكونوا بداية تعلمك اللغة الإنجليزية بشكل تفاعلي. وده كان موضوع النهاردة، وده كان فيديو النهاردة. أتمنى يكون ده مفيد، متنسوش الاشتراك بقناتنا، وكذلك متابعة صفحتنا على فيسبوك ليصلك كل جديد. شكرا، سلام عليكم.